البشر كلهم باختلاف لغاتهم وثقافاتهم ورغم التطور الكبير اللي بيحصل في اللغات ما زلنا مصرين على ان في علاقه ما بين الحلمين دول، الحلم اللي بنشوفه واحنا نايمين والحلم اللي بنحققه بعد كده. طيب لما انا كنت في ثالثه ابتدائي كان اياميها افتتاح مكتبه اسكندريه وكنت معدي عند المكتبه وكان بالنسبه لي المكتبه دوت اختراع عبقري، العمل دوت راجل رائع. فيوميها حلمت حلم ان انا ادي محاضره في مكتبه اسكندريه. طبعا انا ممكن اكون كنت صغير شويه على الحلم ده بس حلمت. لما جيت حلمت بيه وانا نايم حلمت ان انا قاعد في مكان قدامي كام كرسي زي كده طبعا زي
وقته لكن في بتاعه جبار. رابع حاجة ونتيجة للثلاث حاجات دول ان هو بقى الميديا بتجري وراه، الفانز بقت معاه كل حتة في كل التجربة هو بيعملها. على الجانب التاني نبعد عن هارفرد ونروح اوهايو. ففي اتنين هناك، الاتنين دول برضه فكروا ان هما يعملوا الآلة الفلكية اللي هي الطيارة. ولو قارنا وصفة النجاح بتاعتهم وصفة النجاح بتاع الفانجلي هنلاقي ان هما ياخدوا زيرو جدارة. يعني مثلا هما الاتنين من كل الفاند اللي عندهم بيصرفوا على البروجكت واتحاد العجل بتاعهم، لان حاجه كتير كمجرد مجموعه من الرواه هما نفسهم ما كانوش عمرهم دخلوا جامعه ولا عمرهم عرفوا شكلها. رابع حاجه ونتيجه ده كله الميديا ما عرفش عن حاجه. ولكن برغم وصفه النجاح الكامله بتاع صامو النجلي هو فشل. والاثنين دول بعد كده بقوا اوليفر اند ويلبر رايت. وخلي حلمك انت بس هو اللي يدفعك، وخلي